عودة لكم مشاهدينا الكرام من جديد. عندما نؤمن بأن الفتاة الكويتية شعلة من العطاء، سنسعى لتوفير البيئة المناسبة لها، إن صح التعبير، البيئة العصرية لها، لتعطي لنفسها، لأسرتها، لوطنها عطاء بلا حدود. نادي الجمان التطوعي للبنات وضع هذه العبارة إيمانا منه بدور الفتاة. رحبوا معي بضيوفي من داخل الاستديو، سارة المطيري عضو الفريق وأيضا عضوة الفريق، جنى العتيجي حياكم الله وشرفتونا بالاستديو. بداية لو نسأل عن هذا النادي، شنو الهدف من إنشائه؟ أول شيء نادي الجمال للفتيات هو نادي تطوعي غير ربحي للفتيات للمرحلة الثانوية والجامعة، أو نادي الجمال يسعى أن يخلي بيئة عصرية لكل فتاة بحيث أنها تقدر تطلع مواهبها وكل شيء هي تملكه بشكل مناسب يفيد المجتمع. أعضاء النادي منو؟ أعضاء النادي هم بنات كويتيات، من فتيات كويتيات من بنات الكويت، هم اللي أسسوا النادي، والنادي تأسس من عام 2007. نشر. يعني احنا نتكلم عن 10 سنين لنادي الجمان. طبعا نادي الجمان يضم فئة عمرية من عمر الثانوية والجامعة. ما شاء الله، من الثانوية والجامعة. أي. طيب انضمام الآن من يشاهدنا يمكن تكون فتاة في هذه المرحلة العمرية وتقول ودي أنضم، لكن شنو ممكن يقدم لي نادي الجمان؟ احنا مما لا شك فيه ان جميع البنات الكويتيات عندهم طاقات، ولكن في بعض الفتيات ما تعرف شنو الطاقة الفعلية اللي هي تملكها، فمن خلال نادي الجمان للفتيات احنا نعطيك هذه الفرصة انك انت تطلع طاقاتك، بالإضافة الى الكثير من المهارات اللي احنا نعطيك اياها من خلال النادي. طبعا. هي مهارات إدارية، قيادية، تنظيمية، تنفيذية، من خلال الأنشطة العديدة اللي احنا نقدمها بالنادي. تمام. ردود فعل البنات اللي وياكم اول مرة تدش، شلون تشوفين ردة فعلها؟ يعني راح تكون ردة فعلها، يعني اول شيء راح تحس بالترحاب، يعني راح تلاقي المكان، انه راح تشوف برامج ورش عمل يعني غير معتاده. طبعا البرامج يعني تقدم قيمه معينه، والبنت يعني هي راح تحس ان هي بمكانها، هي بين ناس هي تعرفهم، كنا تعرفهم هي من زمان. وشنو تقدموا لها؟ بنتكلم نعطيها مكانتها اكثر، نعزز لها طاقاتها، اهدافها، لكن منطقيا هل هناك ورش عمل، دورات معينه، شو اللي يصير بالضبط؟ احنا كان عندنا لقاء اسبوعي، وهذا اللقاء الاسبوعي في برنامج، فانت من اول ما تدخل هذا النادي على طول انت راح تنضم ضمن فريق عمل، هذول الافرقه والمجاميع قاعد تتنافس على تقديم كل اسبوع برنامج افضل، هذه المشاريع الاسبوعيه، فما بالك ان احنا عندنا مشاريع موسميه نحطها كامله، سواء الكتابه، سواء التمثيل، سواء كل شيء اللي يصير فيها يكون من خلال بنات كويتيات. فلما هي تدش معانا حتى لو هي ما تعرف ولا شيء، مجرد وجودها مع اشخاص عندهم هذه الخبره الكبيره راح تكتسب اشياء كثيره هي ما كانت تعرفها بنفسها. المفروض تشتغل بروحها ولا يدشون بجروبات؟ لا لا، احنا عندنا العمل الجماعي هو اهم شيء، لان بالعمل الجماعي انت مو بس تتعلم تشتغل، انت تتعلم تشتغل وشلون تقدر تالف بين الافكار، وشلون ممكن تطرح فكرتك، شلون ممكن تدعمها، شلون ممكن تنفذها، فالعمل الجماعي عندنا من اهم الاشياء اللي موجوده في النادي. تمام، خليني اسالك انا، يمكن في فعاليات يقيمها المجتمع بالخارج بعيدا عن نادي جمال، لكم مشاركات فيها؟ وايضا في فعاليات تنطلق من نادي جمان عندكم للمجتمع في الخارج، مثل هذه الفعاليات او ابرزها شنو كان؟ كان عندنا ملتقى سواعد اللي اقيم عام 2013، يعني كان ملتقى سواعد، احنا الحمد لله فزنا بملتقى سواعد بالمركز الاول من الناحيه التربويه. قدمنا شنو احنا قدمنا حق المجتمع، وشنو النوادي اللي احنا سويناها عقب نادي الجمان. احنا قلنا مثل ما قلنا نادي الجمان هو فقط للفئة العمرية الثانوية والجامعة. الحمد لله احنا فتحنا اكثر من نادي، ومنهم نادي زينة فتيات. هذا منبثق من نادي جمان؟ هذا منبثق من نادي جمان، من عمر روضة والابتدائي والمتوسط، وعندنا نادي الطيب هم نفس الشيء لعمر الروضة والابتدائي، وعندنا نادي النوير هم نفس الشيء، وعندنا هم نادي مسرة للفتيات لعمر المتوسط. 4 نوادي طالعين من نادي جمان. ما شاء الله. طيب خليني اتكلم ميديتكم الان في نادي جمان تحديدا، القادم شنو راح يكون؟ احنا لو احنا بنطالع البرامج اللي سواها نادي الجمان، كان عندنا مسرحيه سجل الفتيات، كان عندنا الباوره، هاشتاج امينه، والكثير من المسرحيات. فكرنا ان احنا هذه المسرحيات دائما توجه لفئه معينه، لفئه عمريه معينه، ولكن المتطلبات الناس يطالبون منا باشياء اكثر،
فقلنا ليش ما نسوي ملتقى واحد يحمل الكثير من الأنشطة حق جميع الفئات العمرية، سواء كانوا أطفال، أمهات، بنات ثانوية، متوسط، جامعة إلى آخره، في برنامج واحد، وهو كان ملتقى نبتة. احنا سوينا الحين هذه سنة ثالثة على التوالي، وفكرة ملتقى نبتة ان احنا نقدر نسوي يوم كامل حق جميع النساء في جميع الأعمار في مكان واحد، مع ان المجهود راح يكون علينا كبير لان كذا مشروع في نفس اليوم، ولكن لازم نوصل حق جميع الأعمار يعني. أكيد النهاية أكيد هذا الهدف، والحلو شمولية بالموضوع أن الكل مو بس فئة عمرية واحدة. خلي أسألك، أكيد في كل مشروع هناك عراقيل معينة، صعوبات معينة تواجهكم، مشاكل، تحديات إن صح التعبير، ما أبي أسميها مشاكل، شنو أكثر هذه التحديات اللي تواجهكم؟ الحمد لله إحنا يعني تعدينا كل التحديات، بس من الناحية الفنية يعني مثل ما أنت عارف هو مشروع ويعني عمل فتيات كويتيات من نادي الجمال، هو فقط اللي واجهناه من ناحية التمويل، ما في أحد يدعم هالمشاريع اللي هي أصلا مشاريع كويتية من فتيات وشباب كويتيات قاعد يقدمون المشاريع حق أهل الكويت وخصوصا البنت الكويتية. فيقصكم الدعم؟ الدعم. وين مقركم الحين؟ احنا مقرنا، احنا عندنا 5 نوادي، فاحنا مقرنا الاساسي اللي هو نادي الجمان بغرب مشرف. بغرب مشرف هو نادي الجمان الان. اللي وده ينضم في شروط معينه؟ اللي وده ينضم اذا انت من العمر الثانويه والجامعه مثل ما قلنا في الجمان، اما باقي النوادي راح تقدر تروحها من خلال كل مقر، يعني نادي الجمان راح يوديك حق كل الاماكن. اما بخصوص ملتقى نبته، اللي يبي يعرف تفاصيل زياده عن ملتقى نبته وانشطته من خلال اكونت نادي نبته في الانستغرام نبته كي دبليو. انا بعرف الحين عن نبته، شنو نبته؟ اوكي، ملتقى نبته فكرته ان احنا عندنا كذا مشروع داخل ملتقى نبته. حلو. شنو المشاريع هذه؟ عندنا اول شيء المسرحيه الكبار اسمها طبعاً. مسرحيه حلم، هذه المسرحيه مسرحيه انشاديه غنائيه، تمام، كتابه بنات الجمان وغناء بنات الجمان وتمثيل بنات الجمان وانتاجهم واخراجهم. ما شاء الله. ايضا في مسرحيه خلف الصندوق، وهي ايضا للاطفال بنفس الفكره، كلها انتاج واخراج بنات الجمان. وعندنا ايضا كلوروم، الكلوروم عباره عن غرف فيها الغاز، فلازم انت تدشها ووقت معين تحلها عشان تقدر تروح حق الغرفه اللي وراها. عندنا ايضا متاهه عباره عن مجموعه غرف انت لازم تدشون فيها العاب، لازم تطلع علشان تقدر تطلع من المتاهه، وفي فريقين، فمن هو الفريق اللي يطلع اول؟ عندنا ايضا احنا حطينا بالحسبان انه ممكن تجي اخته معاها اختها الصغيرونه او ام كذلك، فحن حطينا مكان حق نبته جونيور، مكان نفس الحضانه تقدر تحط فيها الطفل مالك يلعب ويستانس على ما ان البقيه يطلعون. حطينا بالنا ان البنات الكويتيات اغلبهم عندهم مشاريع، فحطينا سوق نبته بحيث ان عندك مشروع تقدر تعرضه وان الناس يشوفونه وياخذونه. وعندنا محاضره ملهمه باذن الله راح تكون موجوده للامهات، ايضا يقدرون يستفيدون منها. وهذه العروض موجوده يعني 3 مرات على مستوى اليوم الواحد، يعني احنا راح نكررها 3 مرات باليوم. متى راح يكون؟ اي تاريخ؟ راح يكون 15/3 ان شاء الله يوم السبت. 15/3 القادم. رسالتك تيجي ودي اسال رسالتك لكل من يشاهدنا من بنات الكويت، هل هي راح تكون رساله دعوه للانضمام الى نادي جمان، رساله تفعيل دورهم المجتمعي مثل ما انتم قاعد تفعلون هذا الدور، شنو رسالتك راح تكون؟ رسالتي ان احنا كلنا نملك طاقه وكلنا نملك مواهب احنا ما نعرفها، وما عندنا ما نعرف شلون احنا يعني مثلا نصقل هالموهبه او ان شلون نفرغ هذه الطاقه اللي فينا، فنحتاج الى اماكن معينه ان احنا نروح نصقلها او نفرغ هذه الطاقه اللي فينا، فنادي الجمان يوفر لك هذا المكان انك انت عندك مهارات ومواهب انت اصلا ما كنت تدرين انها هي فيك، فاحنا بنادي الجمان راح نساعدك انك انت تظهرين هذه المواهب وتطلعينها الى الضوء. ما شاء الله. ساره كلمه اخيره. احنا نعتقد اليوم ان احنا كشباب عندنا طاقات هائله، بالاضافه الى ان الشباب دائما عنده القدره على التغيير الايجابي في اي مجال، فاذا انت كنت بنيه كويتيه تعتقدين انك تملكين هذه الطاقات، تعتقدين ان المجتمع بحاجه لك، وهذا شيء احنا نؤمن فيه، فاهم مكان لك هو التطوع في هذه الدوله، لان هذا اللي احنا بحاجه له ولهذا المجتمع بحاجه له، فكل بنيه عندها هذه القدره، لا حد يصغر من قدراته او مواهبه، ودائما نادي الجمان يرحب بكل طاقه ايجابيه ان شاء الله. أنا سعيد جدا بمعنى كلمة سعيد سارة المطيري وجنى العتيجي بهذه الشخصية. ما بي أصعب الكلام لمن يشاهدنا الآن، لأن الشريحة المستهدفة هم بناتنا الصغار، بالنهاية الكل عايش في هذه الحياة، المفروض أن يكون بهدف،
أن يكون عندنا شخصيات في بداية عمرهم مثل جنى العتيجي ومثل سارة المطيري بهذه اللغة بهذا الطموح بهذا الهدف بإنشاء نادي وينبثق منه 5 نوادي أخرى لفئات مختلفة؟ هذا عمل مؤسسي بمعنى كلمة العمل المؤسسي اللي نحتاجه. كل الدعم لكم أمانة، كل التشجيع وكل التقدير لكم على دوركم المؤسسي، وتحياتنا لكل فريق العامل في نادي جمان والنوادي التابعة له، فكل الشكر لعضو فريق نادي الجمان سارة المطيري وأيضا جنى العتيجي بذلك. ومع هذا اللقاء الخفيف والطموح إن صح التعبير والممتع كن قد وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذه اليوم، على أمل أن نلتقي وياكم غدا. كنا معكم على مدى 4 ساعات متواصلة من 9 وحتى 1 ظهرا، الوعد باكر إذا ربي جعلنا من الحيين، عسى ربي يجمعنا وياكم لا فاقدين ولا مفقودين.